بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أولا أنا سعيد جدا أن ألتقي مع أبنائي المحامين. المهنة اللي أنا كنت أود وأنا في صبايا أعمل بها، ولكن اشتغلت موظف وطبعا وانتهى بي المطاف اللي خرجت عن معاش في 2007، وبعمل حاليا مستشار القانوني لمكتب مصطفى شوقي وشركاء ميزارز الفرنساوي ده. حتى بقى حضراتكم، وطبعا الموضوع بتاع النهاردة هو عن الجمعية العمومية، الجمعية العمومية في شركات المساهمة. وطبعا حضراتكم تعلموا ان الموضوع ده من الموضوعات الهامة جدا، وديا الاصل وظيفة المحامي. يعني قانون 159 لسنة 81 بيقول يكون للشركة، شركة المساهمة يعني، مراقب حسابات. فلماذا لا يكون للشركة المساهمة مستشار قانوني؟ وجود مراقب حسابات في الشركة المساهمة، عدم وجوده من أسباب بطلان خاصة لهذه الشركات. يعني لا تكون هناك شركة مساهمة إلا في وجود مراقب حسابات، فلماذا لا يكون هناك مستشار قانوني؟ وإحنا هنشوف لما يجي نتكلم على الجمعيات العمومية، البعض بيثير بعض المشاكل إن المستشار القانوني ليس له حق حضور الجمعية العمومية. مش هتبقى عارفين يعني، لأن القانون 159 محدد أشخاص معينة على سبيل الحصر في حضور اجتماعات الجمعية العمومية. أنا أناقش موضوعات كثيرة جدا، وعشان تبقى حضراتكم عارفين أنا هشرح نص قانوني ثم أعقبه بتطبيق قضائي ومشاكل من واقع الحياة العملية، لأن حضراتكم تشتغلوا بالمهنة التطبيقية، فلابد أن يكون العمل مش دراسة نظرية أكاديمية بحتة، بل لابد أن تكون دراسة تطبيقية بجانب الدراسة النظرية. فإحنا هنتكلم في البداية كمقدمة لهذا الموضوع، إذا كان اكتشاف الآلة البخارية كان سبباً هاماً في عصر النهضة، فإن الأداة القانونية التي ساعدت على ازدهار عصر النهضة بحق كانت الشركة المساهمة. الشركة المساهمة بحق كانت الأداة الماشين جروديك، الآلة القانونية أو الأداة القانونية التي ساعدت على انتشار الصناعة في أوروبا. لماذا؟ لأن انخفاض سعر السهم المسؤولية المحدودة للمساهم ساعد على وجود هذه الشركات، وانخفاض سعر السهم وإقبال الناس على أنها تشترك في هذه الشركات بدأوا الموضوع ينتشر. فإذن الشركة المساهمة كانت هي الأداة القانون. المشرع في الدول المتقدمة، وإحنا برضو يعني عندنا نفس الوضع، حاول أن يركب الشركة المساهمة على نمط النظام الديمقراطي اللي ساد أوروبا. فعندي جمعية عمومية بتمثل زي مجلس الشعب أو مجلس النواب، وعندي مجلس إدارة هو السلطة التنفيذية، وعندي نظام أساسي للشركة هو الدستور بتاع الدولة. إذن المشرع ركب الشركات المساهمة على النمط الديمقراطي، وأوجد ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات، سوبرسيدي أوتوريتي، مبدأ الفصل بين السلطات أوجده في يعني الجمعية العمومية لها اختصاص، مجلس الإدارة الاختصاص إلى آخره. من إذا كان عندنا أدوات قانونية في هذه الأمور، طب عايزين نعرف يعني جمعية عمومية، ما هي الجمعية العمومية؟ هنسمع جمعية عمومية إيه هي الجمعية العمومية، عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن تجمع مالي يقوم على الاعتبار المالي، بيضم مجموعة من المساهمين ملاك هذه الأسهم، وهم أصحاب الحق في هذه الأموال، وهم بيجتمعوا عشان إيه؟ للتباحث والتشاور في أمور الشركة. إذن الجمعية العمومية هي عبارة عن تجمع مالي القصد منه التباحث والتشاور في أمور الشركة. الجمعية العمومية لا تنعقد بمفردها، بل لابد من وجود داعي لانعقاد الجمعية العمومية. بقى نتكلم على أصحاب الحق في دعوة لحضور الجمعية العمومية. احنا قلنا ايه هي الجمعية العمومية، هنتكلم على أصحاب الحق في الدعوة للجمعية العمومية، وهنتكلم عن أصحاب الحق في حضور الجمعية العمومية،
وهنتكلم على القيمة القانونية لقرار الجمعية العمومية. بمعنى إذا صدر قرار من الجمعية العمومية وعرض على الجهات التنفيذية زي مصلحة الهيئة العامة للاستثمار اللي كانت زمان اسمها مصلحة الشركات، أو عرض على الجهات الرقابية مثلا الهيئة العامة الرقابة المالية ووافقت على هذا القرار، هل يجوز العودة في القرار ده تاني؟ وهديكم بعض الحالات العملية على مثل هذه الأمور. هنتكلم أيضا على التغيرات، من هو الذي يحضر؟ المساهم. طب بيحضر بصفته ايه؟ بصفته يملك سهم. بصفته يملك ايه؟ سهم. السهم ده اشبه بالقارب، قارب زي ما قاله أستاذ ريبير، عبارة عن يركبه المساهم ليصل به الى الجمعية العمومية. اذا في حالة عدم وجود السهم ما يحضرش، اذا مالك السهم. طب هتظل ملكية السهم لا يحدث عليها تغيير؟ هنبحث التغيرات التي تطرأ على ملكية السهم بالبيع، بالرهن، بالحجز إلى آخره، من بتقرير حق انتفاع إلى آخره، وهنشوف كل التصرفات القانونية التي تطرأ على ملكية الأسهم وأثرها على حق حضور الجمعية العمومية. ولسه طبعا، وطبعا بعد كده كل ما نتكلم في حاجة أسئلة هطرحها على حضراتكم ونجاوبها مع بعض، أو أنا يعني هنتفاهم مع بعض في الإجابة، لإمتى أنا أجاوبها أو أنتوا تجاوبوها اللي يعجبكم يعني. هنتكلم أيضا على سلطة الجمعية العمومية في تعيين مراقب الحسابات وعزله ورفع دعوى المسؤولية عليه. هنتكلم أيضا على سلطة الجمعية العمومية في تقرير الأرباح، نشوء الحق في الربح، متى ينشأ الحق في الربح للمساهم وغيره من أصحاب الحقوق اللي موجودين في الشركة اللي بيحددها النظام الأساسي بتاع الشركة، من هم أصحاب الحق، من إيه هي المشاكل اللي بتطرأ على توزيع الربح. يعني مثلا الشركة حققت ربح وثم رأت ترحيله للاحتياط لرأس المال، طب تحقق الربح عملية احتمالية رغم أنه محقق لكنه احتمالي، لا ينشأ حق المساهم في الربح إلا بصدور قرار من الجمعية العمومية. إذن نشوء الحق في الربح وفقا لمستقر على قضاء محكمة النقد وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، نشوء الحق هنتكلم برضو أنا بستعرض لكم بعض الموضوعات اللي لحد أنتم ما تقولوا مش عايزين إحنا تعبنا، أنا مش هسيب القاعة دي إلا ما تقولوا إن إحنا مش عايزين ودماغنا وجعتنا وتعبنا. دعم ممكن تتعبوا شيء طبيعي، يعني الملل يجي الواحد ملل كتر الكلام. المهم أخذت بال حضراتكم أيضا في حاجات تانية هنقولها، مثلا سلطة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة بتاع الشركة، هي اللي بتعينه أولا، وهي اللي بتعزله، وهي اللي بترفع دعوى المسؤولية عليه. أمور كثيرة، موضوع الجمعية العمومية دون من الموضوعات السرية اللي ممكن يكون يعني اللي حضراتكم اللي بيدرس ممكن يعملوا ماجستير، ممكن يعملوا دكتوراه من الموضوعات السرية والموضوعات الغنية جدا. هنبدأ نتكلم على أصحاب الحق في الدعوة للجمعية العمومية. الأصل في الأمور العادية أن صاحب الحق الرئيسي في الدعوة للجمعية العمومية هو رئيس مجلس الإدارة، هو صاحب الحق الأصلي. لكن الشركة قد يحصل لها، افرض مثلا الشركة دخلت في دور التصفية، يبقى ينتقل هذا الحق من رئيس مجلس الإدارة إلى المصفي. يبقى إذن عندنا رئيس مجلس الإدارة كصاحب حق أصلي، إذا حصل دخلت الشركة دور التصفية يكون صاحب الحق في الدعوة المصفي. أيضا صاحب الحق أيضا بنص القانون واللائحة للقانون 159 المراقب الحسابات. تخيلوا أن المراقب الحسابات له الحق، وهقول لكم حالة عملية، في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، متى؟ في حال تراخي مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. يبقى احنا قلنا أول واحد رئيس مجلس الإدارة، اثنين المصفي، ثلاثة
مراقب الحسابات في حال التراخي مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. وهنبحث ما هو معيار التراخي، ومتى ينشأ التراخي، ومدى المسؤولية القانونية أو الجنائية أو التأديبية لمراقب الحسابات في حال التراخي، هو أيضا عن طلب دعوة الجمعية العمومية في حال التراخي مجلس الإدارة عن دعوة للجمعية العمومية. شايفين موضوعات متشعبة، كل ما نطلع في حتة نخش في حتة نبلع، موضوع كبير. المهم هنتكلم، احنا قلنا الوقت مين، قلنا المراقب الحسابات، أيضا الإدارة المختصة. أنا عندي إدارتين، سوق المال، هيئة الرقابة المالية اللي كان زمان بيسموها سوق المال، وكانت وعندي كانت مصلحة الشركات اللي بيسموها الوقت الهيئة العامة للاستثمار. نعم، الاستثمار كانت تبقى، ما انا بقى لكم القديم والجديد. لها الحق ايضا في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. متى ينشأ حقها؟ ينشأ حقها اذا قل عدد اعضاء مجلس الادارة عن 3. بمعنى لو ان الحد الادنى لاعضاء مجلس الاداره في اي شركه كام؟ ها؟ لا 2، دي في الشركات الخاضعه للقانون 8. الخاضعه للقانون 8 بعد التعديل اللي جه بالقانون 17 سنه 2015، لان الماده 14 كانت موجوده في القانون 8، وبعدين رجعت بالقانون 94 لسنة 2005 اتشالت، وبالقانون 17 لسنة 2014 عادت من جديد، وعادت وهي فيها شبهة عدم دستورية. 2015 الفين جديد ده 2015 ده، خدت بال حضراتكم، عادت من جديد لأنها بتعطي مجلس الإدارة إما يوزع أو ما يوزعش على العاملين، خدت بال حضراتكم. بينما المادة 41 اللي كانت بتحل محلها، خدت بال حضراتكم، لأن لما اتلغت المادة الفقرة الأولى من المادة 14 عاد عدنا للشريعة العامة، وهو القانون 159 لواحد و81 فيما يتعلق بتوزيع الأربعة على العاملين، لأن 10% دي حق مقدس العاملين. المادة دي أنا فيها رأيي، وأنتم حضراتكم أكثر مني علما بهذا الموضوع، فيها شبهة عدم دستورية، لان عنده الدستور بيعلي من شأن، بيعطي العاملين، يكون للعاملين نصيب في الارباح، يكون ويكون فعل امر. فكيف تاتي ماده في في يعني في ادنى في تشريع ادنى من الدستور وتقيد هذا الحق؟ انت بال حضراتكم. اذا وطبعا الشركات بتاعت القانون 8 دي الشركات نفسها برنيطه، عشان يعني ايه بتعبد لها حقوق وغير عاديه. يعني احنا طبعا الموضوع ده مش موضوعنا، خدت بال حضراتكم. يعني اذا وبعدين في التعديل دون، خدت بال حضراتكم، المشرع في عدد اعضاء مجلس الاداره، هيكون في خلاف في الموضوع دون، لكن انا رايي ان في، وايضا في كتب فقهيه كثيره، ان اعضاء مجلس الاداره الحد الادنى لاعضاء مجلس الاداره في القانون 8 2، لان الزوجي والزوجي يكون 2 4 6 8، لكن دوكها فردي، وحتى شال فردي بقى زوجي هنا وهنا، لكن جت الفقرة التالتة، خدت بالها من المادة 9 ما زالت موجودة، وبالتالي الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الخاضعة للقانون 159 لسنة 81 ما يقلش عن 3، إن قل عن 3 ينفرط عقد مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة تكون الجهة الإدارية هي صاحبة الحق في طلب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. يبقى أنا عندي كم جهة؟ 5. قلنا رئيس مجلس الإدارة، والله أعلم كل أكتر من كده كمان، خدت بال حضراتكم. لكن أنا بقول لك هما الحاجات دي هي. طب الحراسة، لو إن شركة من الشركات فرض عليها الحارس القضائي، هيبقى من اصحاب الحق في دعوى الحضور، هنشيلها ليه دي الحراسه ايضا كمان؟ خدت بالك؟ اذا هناك امور تطرا على هذا، على بالنسبه للجامعه، بالنسبه للشركه بتنحي رئيس مجلس الاداره وبيحل محله اشخاص اخرون، زي قلنا المصفي، زي قلنا
مراقب الحسابات في حالة تراخي مجلس الإدارة عن طلب عقد الجمعية، وقلنا أيضا الحارس القضائي، قلنا إلى آخره، الهيئة الإدارية، الجهة الإدارية زي ما الهيئة العامة للاستثمار أو الرقابة المالية، دول أصحاب الحق في، لأن الجمعية يدعى إليها، هي لا تنعقد من تلقاء نفسها. هنتكلم الوقت، دلوقتي عرفنا. طب عشان نعمل دعوة للجمعية العمومية، نعم، بنعلن قبلها ب15 يوما، نفترض جدلا ان النظام الاساسي بتاع الشركة حدد ميعاد دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية ب14 يوم، كويس. وطبعا هم بعض الاخوة المحاسبين او مراقبين الحسابات، وطبعا ما بيبصش غير في النظام الاساسي، يفتكر النظام الاساسي ده دستور، ملوش دعوه بقى هو عقد شركه عادي. النظام الاساسي ده لابد ان يتفق واحكام القانون، خدت بال حضراتكم؟ نفترض ان النظام الاساسي حدد الدعوه ب14 يوم طبقا للنظام، وبعته فحضر 75% من المساهمين، ما مصير هذه الجمعية؟ ألا يدفع ببطلانها؟ أنا أتكلم لكم بعض على بطلان الجمعية ووقف قرارتها إذا اتسع الوقت، أكتب لكم على بطلان أسباب بطلان الجمعية العمومية الأول وقف القرار ثم البطلان، عشان إذا اتسع الوقت. اعتبار حضرتك زبريب اصلا بيختار الموضوعات اللي ايه اللي فيها مشاكل. المهم فهم بعتوا فجوم 75% وما جوش ال 25%، فدفع اللي ما جوش دولة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لمخالفة النظام الاساسي للمادة اللي هي بتحدد ميعاد الحضور. طيب انتوا كمحامين رايكم ايه في الموضوع ده؟ مش تقضي المحكمه الاقتصاديه ببطلان الجمعيه؟ تقضي بالبطلان لانها لم يراع، لان الشرط ده شرط الميعاد ال15 يوما ميعاد متعلق بالنظام العام. ليه؟ حتى يحضر المساهم يبقى حاضر ويعرف ويناقش والكلام من ده، وبالتالي هتكون الدعوه باطله، وانتوا طبعا عارفين تبقى كل القرارات المترتبه باطله. طيب نفترض نفس الوضع ده لكن نسبة الحضور كانت 100%، ليه سليمة؟ لا ليه؟ أنا عايزك أنت تطلع بكلمة كده، تحقق الغاية، نظرية المادة الفقرة الثانية من مادة 20 من قانون المرافعات، نظرية تحقق الغاية من الإجراء اللي جابها لنا الدكتور فتحي والي في رسالته للبطلان نقلا عن التشريع الفرنسي الإيطالي الصادر سنة 1942. إذن في الحالة دي أنا والله كتبتها الواحد قاعد يتنطط وكلام بالدور، تقول يا عم نسبة الحضور 100%، من أصحاب المصلحة هنا فإنهم يطعنوا الكلام من ده، وراح ورق، وللأسف كان مراقب حسابات من أصحاب الأسماء الكبرى، يعني خدت بال سيادتك. أنا والله رأيي إن المادة بتاعتكم أنتوا، يعني أنا بشتغل في مكتب اللي يعني الحالات القانونية دي، المسائل القانونية، خدت بال حضراتكم، وهم يشاركون في هذا الموضوع أيضا، يعني هم مش عايزين يسيبوا حاجة. حضرتك سكر قد إيه؟ ما شابوا من السكر كفايه حضرتك موجود، يعني خدت بال سيادتك؟ ادي بالنسبه، يعني اذا الدعوه ليها ميعاد معين والميعاد ده ميعاد حتمي. نعم، ميعاد حتمي، مش عايز اقول النظام العام، خلينا نقول حتمي، ميعاد حتمي. خدت بال سيادتك؟ لا يجوز لاحد ان ينفك منه، فانفكوا منه زي ما قلنا في الفرض الثاني، وكانت نسبة الحضور 100% تبقى الجمعية سليمة. من صاحب المصلحة هنا؟ هو البطلان جعل لإمادة الحق ولإحياء الحق. لو احنا تمسكنا بالبطلان عمال على بطلان محدش هيعدي بقى،
خدت بالك؟ يبقى إذن البطلان هيكون وسيلة لإماتة الحقوق، والإجراءات ما جعلت إلا لإحياء الحق لا إماتة الإيه؟ الحق. يبقى دي بالنسبة اللي قلنا إحنا ما كل ما هقول هفكركم باللي قبل كده، عشان برضو أنا بشوف بعض زملاء بيجوا عشان ما يقعدوش متضايقين مننا ولا حاجة، إن إحنا بدأنا قبلهم يعني. قلنا أصحاب الحق، قلنا تعريف الجمعية وأصحاب الحق في الحضور، وقلنا أيضا ميعاد الحضور، وقلنا فرض، قلنا حاجة تانية بقى، وقلنا بقى هي بتكتب أنا بنسى ساعات. خدت بال حضراتكم؟ أدي هنتكلم بقى أصحاب الحق في حضور الجمعية العمومية. نعم، في أي حاجة سيادتك، في أي ملاحظة أو أي حاجة؟ نعم. بالنسبة يا فندم بتاعة 100% اللي سيادتك قلت عليها، الواقع العمل يا فندم بتحصل، وهل لو قلت عن كده وكان في مثلا نسبة كبيرة عن 50% أو ما شابه ذلك بيطبق عليها نفس الكلام؟ لو حضر مثلا عدد مثلا مش 100%، ممكن الباقيين دول يطعنوا ببطلان الجمعية. تمام، ولو ما تمش طعن يا فندم برضه نفس الكلام. ما هو هقول لك على حاجه، لو ما تمش الطعن خلاص. بعد الاجل، بعد 3 اشهر من ما هنتكلم في التراخي. ما هو لو الشركه ما قامتش بالدعوه هنا، بص سيادتك هاجي اتكلم على مسؤوليه مراقب الحسابات. هنا بقى مراقب الحسابات بتنهض مسؤوليته في حال التراخي الشركة. رئيس بقى، نعم اتفضل. لا، ما هو يخاف بقى، افترض الشركة فيها ناس بتعارض. هي في الشركات المغلقة هقول لك ممكن الرأي بتاع سيادتك. هقول لك على حاجه، اولا شوف، اقول لك على حاجه، الميعاد اللي موجود ده هو 3 اشهر بعد انقضاء السنه الماليه وتقديم مراقب الحسابات تقريره. ما هو بيقدم تقرير ليه؟ عشان يعرض على الجمعيه العموميه. اتقدم التقرير، هو 3 اشهر. لكن انا سؤال كان جالي من احد الجهات، يعني هل هناك مسؤوليه؟ مفيش الميعاد ده ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط. لا اقول لك على حاجه، اصل ميعاد السقوط ما ينفعش ميعاد سقوط. ليه؟ لان هيسقط الحق في الدعوه للجمعيه، مش معقوله. فهو مع افرض مثلا بس لما يبعت الجمعيه للهيئه العامه للاستثمار بتكتب له تاشيره تراعى. انا عايز توصل، انا عايزك عارف ايه بتسال، عايز توصل للحته دي، يراعى الميعاد القانوني، بتكتب له ملاحظه على إيه؟ لكن لا تبطل الجمعيه، لا تبطل. كان السؤال ده قلت له هو ميعاد تنظيمي القصد منه سرعة وحس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على سرعة عقد الجمعية العمومية بعد انقضاء 3 أشهر. هو قال 6 أشهر، لكن بالقانون 94 لسنة 2005 بقوا 3. هو عايز يوصل لنقطة مختلفة يا دكتور. اتفضل. انه اذا تراخى تراخى مجلس إدارة الجمعية وتراخى مراقب الحسابات، هل يجوز مثلا لعدد من المساهمين هل يتقدموا للجهة الإدارية؟ ممكن لو في حدود 5% ممكن يتقدموا للجهة الإدارية ويطلبوا عقد الجمعية العمومية. القانون 159 عشان تبقوا عارفين. نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا تمتد له يد العابسين اللي بيشرعوا اللي من دول. ليه؟ ان القانون ده كان عند القانون 26 لسنة 54 كان منقول عن التشريع الفرنسي، وبعدين جاء القانون 159 لسنة 81 طور الموضوع، لكن ما زالت البصمات اللاتينية موجودة فيه كويس لحد الوقت، يعني احسن من قوانين كتيرة. قانون 59 اي تعديلات بتطرح بتبوظه، لكن هو قانون كويس وسليم. مشكله في مصر عندنا ان المحاسبه او المراجعه او مراقبين الحسابات بينتموا للمدرسه الانجلو ساكسونيه وهي امريكا وكندا، لان معايير المحاسبه وبتسمعوا عنها ومعايير المراجعه كلها امريكيه وانجليزيه. فرنسا مش متقدمه
زي الدولتين دولة في المراجعة والمحاسبة. فالقانون عندنا لاتيني والتطبيق أنجلو ساكسوني، واحنا عايزين كده كويس. ان القانون ده احنا ألفنا التشريعات الفرنسية، ألفناها وتشريعات كويسة وتشريعات عظيمة جدا في هذا الشأن. يبقى احنا زي ما أضاف الأستاذ إبراهيم ان ممكن عدد معين من المساهمين 5% يطلبوا من الجهة الإدارية عقد الجمعية. وانا بس هتكلم في التراخي ده بعد إذن سيادتك، هأجله شوية لان انا هديكوا حالة عملية تراخى مجلس الإدارة وبعدين مراقب الحسابات عاوز يدعو. فالدعوة الدعوة بتتكلف، خلي بالك سيادتك، يعني بتكتشف في الجرايد ومش عارف ايه والكلام من ده، وعايزة فلوس. وبعدين لو هو عملها على حسابه هيرجع على مين؟ هتكلم مجلس إدارة مش متعاون، مين هيدفع له الفلوس على حسابه؟ هو شادروا اتعاب كمان يمكن عشان هيكشفهم الحال لمشاكل، وطبوا بيدي طبوا في الشركات اللي فيها مشاكل. يعني سؤال زميلي يا فندم بيرجع وعايز يوصل للمسؤولية، المسؤولية هتقع على عاتق مين لمين؟ هتقع على عاتق مراقب الحسابات. اذا كان مجلس، شوف حضرتك، اذا كان مجلس الاداره مكتمل، وهديكم انا اسئله كمان، يعني عدد ما بحالات كده معينه هتقدر تفرق، بس كده انا مش عايز يعني افاجئكم بالاسئله دلوقتي عشان ما تتضايقوش مني ولا حاجه. انا في الاخر كده هديكم تطبيقات عمليه وانتوا هتجاوبوها لوحدكم ان شاء الله. خدت بال سيادتك؟ حاضر. هنتكلم على اصحاب الحق في حضور الجمعية العمومية. أول ناس لازم يحضروا المساهمين. أظن المساهمين دول محدش يقدر ما تحضروش. حق حضور الجمعية العمومية حق مطلق، لا ترد عليه أي قيود بالنسبة للمساهم. مساهم حقه أصيل في حضور الجمعية العمومية. والكلام ده عندنا في مصر أحكام محاكم من أيام المحكمة المختلطة. خدت بقى حضراتكم إن إيه يحضر المساهم، يحضر اجتماع الجمعية العمومية. وهنفرق بين أمرين: الأسهم المقيدة في البورصة اللي هي في شركات الاكتتاب المفتوح ديا، لابد قبل ما يحضر يحط الأسهم بتاعته فين؟ ها؟ في شركة مصر المقصة، لو هو دلوقتي قانون 97 لسنة 2000 قانون الإيداع والقيد المركزي. إذا كانت شركة مغلقة، الإيداع هنا جوازي وليس إيه؟ وجوبي. طب افرض ناس كتيرة راحت مصر المقصة دي، قدمنا شركة عندنا في المكتب ده بشتغل فيه، هي شركة مغلقة وحطت أسهمها في مصر المقصة طبقا للمادة 12 من قانون الإيداع والقيد المركزي، كويس؟ عايزة تطلع، مش عايزة مصر المقصة دي، لا سيما بعد التعديلات اللي جابها القانون 53 بتاع قانون الضرائب 2013 اللي لخبط الدنيا ده. لسه على كل منهمين ثلاثة طلعوا ليح. ما عندي 4 قوانين طلعوا في ما فيش سنة ونص. على القانون 91، قانون 101، وبعدين قال قانون 11، وبعدين قال قانون 44، وقال قانون 53. 4 قوانين ضريبية، خاصة القانون الأخير أربك الحياة، أربك البورصة. مش أنت بتشتغل وعارف الكلام ده؟ قانون 53 ده الناس بتعمل مظاهرات على البورصة، وطبعا شركة مصر هتستفيد طبعا. لما يجي يطلع بقى اللي هو غير مقيد ده، لما يجي يطلع من البورصة لابد أن يصدر قرار من رئيس الهيئة الرقابة المالية. لما اتعمل القانون القرار 66 لسنة 2006 ما كانتش انشئت هيئة الرقابة المالية، كانت اسمها سوق المال. خدت بال حضرتك؟ القانون ده لم ينشر في الوقائع، لم ينشر في الايه؟ في الوقائع. يبقى في شبهة عدم دستورية، زي القرار بتاع ميناء دمياط لما ما نشرش فخد محكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته. فالقرار 66 لسنة 2006 لم ينشر في الوقائع، والتالي الشروط التي أوجدها ملاش قيمة.
خدت بال حضرتك، ده بالنسبة للشركات الايه المغلقة اللي هي غير ملزمة بإيداع أسهمها في شركات في يعني طبقا لقانون الإيداع والقيد المركزي. طيب ادي بالنسبة للمساهمين، وطبعا بنسبة حضورهم والى اخره. ممكن المساهم ينيب مساهم اخر، مساهم زيه ما ينبش واحد تاني مش مساهم، يعني الإنابة تكون لمساهم زميله. خدت بال حضرتك بتاع ده سكت ليه كده؟ كويس ماشي كويس. طيب ينيب مساهم آخر، يعني الإنابة تكون لمساهم آخر. طيب توكيل، يعملوا توكيل ممكن، لا توكيل أو تفويض اللي يعجبك يعمله. طب لازم مجلس الإدارة يحضروا 3 من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، يحضروا الجمعية العمومية دي. أيضا لابد أن يحضر مراقب الحسابات، لابد أن مراقب الحسابات يكون حاضر اجتماعات الجمعية العمومية. مراقب الحسابات عشان تبقوا عارفين حضراتكم، من الذي يعين مراقب الحسابات؟ لا لا، الجمعية العمومية. شوف حضراتكم، الجمعية العمومية هي التي تعين المراقب، وهي التي تعزله، وهي التي ترفع دعوى المسؤولية عليه، تحدد أجره بتحدد أجره، وإن كان لها تفوض مجلس أن تفوض مجلس الإدارة في التعاقد مع وضع سقف للتعاقد. لكن أنا أديكم بعض أسئلة كده، ولكن يعني إيه؟ أداة استدراك تنفي ما يتوقع ثبوته وتثبت ما يتوقع نفيه. بمعنى ايه؟ ولكن لا تستطيع مجلس الإدارة ان هو اللي يعني يحدد الأتعاب من نفسه، لا، خشية التواطؤ بين المجلس وبين المراقب، يجيبوا مراقب ملاكي وبيحصل. انا هقول لكم بعض حاجات، حالة عملية هقولها لكم، حالة عملية. بس انا شايفها صعبة قوي فندم، ما مش هي بص حضرتك ليه؟ هي الصعبة في الواقع العملي. هي بتعمل ازاي؟ هي بتفوض مجلس الإدارة في تعيينه وتحط له سقف. تقول والله عينه في حدود 60 70 80 100 200 كلام من ده. ده أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا دلوقتي. مراقب الحسابات بياخد أجر. والجهاز المركزي للمحاسبات بياخد أجر. عمركم سمعتوا القصة دي؟ اقول لك بتاخد اسمع بس، اسمع اللي جاي ده المفروض نعمل. المهم بيحصل الاتي، شوف ميه بعد اذنكم الشاي كمان. مراقب الحسابات بياخد 100,000 في بسم الله ما شاء الله، بياخدوا ارقام فلكيه. وبيعمل ايه؟ انا عايز اعرف يعني. هو بيعمل ايه؟ ما الشركة اللي عاملة الدفاتر وطلعانها، هو بيقول لك تم، بياخد عينة وبيفكر بيراجع 100%. فين الوقت اللي هجيبه وهجيب جيش جرار من المساعدين؟ لا، ده بياخد عينة. هل شفتم مراقب حسابات في مصر قدم للعدالة؟ المحكمة الاقتصادية موجودة، هاتولي مراقب حسابات قدم للعدالة. لأن المهنة متحبكة، فيها مصالح متحبكة. متحبكة ازاي؟ هو مسؤوليته ان شاء الله يعني مع الأستاذ إبراهيم هديكم تقريره، في حدود تقريره اللي كده اسألني في حدود تقريري، وطبعا هو بيظبط التقرير. يبقى إذا لن تكون هناك عمرها يعني في الدول المتقدمة تجد فيه مسؤوليات لمراقب الحسابات وفي مكاتب بتتقفل. أرثر أندرسون ده والكلام الكبير اللي كان في أمريكا ده متقفل وغيره، لكن لا، مصر محصنة بالحاجات دي. المهم بتقولي نسيت الجهاز مراقب الحسابات بياخد أجر نظير المراجعة، الجهاز المركزي بياخد زيه. طيب
نفس القيمة والوقت. هو كده انت كمساهم. هقول لك انا هقول لك انا والله بس الكلام ده غير قابل للنشر. ما تقطعوش عيش في المكان احنا بنشتغل فيه ده يعني. والله عملت دراسة عن الموضوع دون. نعم خلاص ادب احنا لايف. لا 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 لا. طب اقطعها دي نقولها لهم عشان ما يزعلوش مني يعني وتسيرها انت كمحامي. والله انا احدى الشركات عملت لي اسئله وشركه اجنبيه لان الجهاز عايز مبلغ كبير اكتر. هو عمال يزود كل سنه. المحاسب الخارجي مش مشكله بقى مشكلة. أنا بقول لك الأزل. المهم عاوز ياخد مبالغ كبيرة فالشركة دي وناس عرب وأسرية جدا يعني قالوا ندفع لو كان القانون بيقول يدفع. وهم عندهم نفس الجهاز ده في بلدهم وإحنا اللي عاملين لهم القانون. والقانون بتاعنا للقانون الحالي بتاع الجهاز 188 ده او 144 ده لسنة 88 قانون تعبان. عارف عبارة عن ايه؟ نمر من ورق. نمر من ورق. المهم فقلت مش من حقه ياخد. لماذا؟ قلت له والله يا جماعية العمومية القسمية الفتوى والتشريع قضت منه ما ياخدش. طلعت فتوى بكده فهم استأنفوها. فقالت لهم ما زلت مصر على إفتائي السابق. ليه؟ هم بيستندوا لمادة 90 من لائحة العاملين بالجهاز ولا يجوز للائحة دي أن تقرر هذه الأمور. بل بلغ بهم يعني مش عايز أقول كلمة مش كويسة إنهم عايزين يحجزوا حجز إداري على الشركات اللي ما بتدفعش هذه المقابل ده. هل يجوز؟ اسأل بقى. ها النهارده المسؤوليه اللي على مراقب الحسابات باعتباره مراقب حسابات مستقل عليه مسؤوليه طبقا لاحكام القانون. عندنا صح. هل النهارده في مسؤوليه على مراقب لا. لا 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 هقول لك على حاجه بقى. اسمع بقى سيادتك افتاء الجمعيه العموميه في هذا الامر. قالت الجمعيه العموميه في اكثر من فتوى وارجع لها ان القانون 159 لسنه 1981 لا يعرف إلا المراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية ما لا يعترف بأي مراقب تاني. طب أنا أقول لك حالة أكتر من كده بقى أدام أنت عايز تتكلم في الموضوع ده. لو أنا عندي تقرير مراقب حسابات نظيف وتقرير الجهاز عليه ملاحظات أيهم يغلب؟ تقرير الجهاز بدليل معروض على الجمعية. هم أصحاب المال يا حبيبي. هو الجهاز بيدخل إمتى؟ بيدخل في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو يدخل في الشركات التي تملكها الدولة بنسبة 25% بس. وهو بيحاول يكون بقى إيه؟ هم بيكتبوا إيه؟ زي محامي الحكومة كده تحفظات. تلاحظ. المكاتب اللي بتشتغل برة دي جايبة عيال معها سي بي إيه؟ خدت بال حضرتك؟ وجايبة معها سي إم إيه؟ وجايبه مش عارف معاها الدبليو سي وجايبه معاها مش عارف البلا ازرق وجايبه معاها ومع عيال فاهمه. الجهاز اين الجهاز؟ الجهاز ما زال يركب الجمل وهم راكبين السوبر جيت مش هيحصلوه. خدت بال سيادتك؟ المهم انت دخلتولي في موضوعات كتيره. حضور مراقب الحسابات او اعضاء المكتب بتاعه امر ضروري هام. ده لابد انه يحضر وهو ايضا بيراجع السجلات وبيراجع ويشوف بقى اللي حاضرين كام ونسبة الحضور كام بيراجع. طب ليه ما نجيبش مستشار قانوني يعمل الشغلانه دي ودي شغلته؟ ده انا هقول لك على حكايه. شو شركه متوقعه كانت ايام الثوره وتعرف ايام الثوره ناس كتير بقت تتبجح
باسم الثورة والثورة بريئة منهم وعملوا مشاكل، قال ما يحضرش مراقب الحسابات ده اسمه المشار القانون، لأنه مش جاي من أصحاب الحق في الحضور. أرادتهم وردت لهم عليه. المهم حضور ممثل الجهات الإدارية، ممثل الجهات الإدارية اللي هي العامة الرقابة المالية والهيئة العامة الهيئة العامة للاستثمار، دول لابد ان يحضر، وممكن ينيبوا بعضهم على بعض. ثانيا لما يحضروا ما يعلقوش ولا يحتكم اليهم، هم بس يكتبوا ملاحظات. طب سؤال، هل ممثل الجهاز المركزي، اسمع بقى ديا عشان تسرها، هل هناك حتمية لحضور مراقب الحسابات هو مش معين من قبل الجمعية، المعين من قبل الجهاز، هل هناك حتمية لحضور مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز؟ وهل عدم حضور يبطل الجمعية؟ لا. استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى هو بيدعى. هي قالت الجمعية عملت لنا بقى كلمة كده، قالت ايه؟ قالت ما يحضرش ولا ضيرة من حضوره، ولا ايه؟ ضيرة من حضوره، يعني مصلحة ايه؟ مصلحة مرسلة. انا ما اقول كده، انت لازم تكون معايا. انا مش بكلم مع بتوع تجاره يقول لي بقى، يقول لي مصلحه مرسله يعني ايه؟ لا انت تكون عارفها، تقول لي لا انت قلت انا لازم كنت تعلق معايا، خدت بال سيادتك؟ لكن الجمعيه دي هي قالت ما يحضرش، لكن رجعت قالت ايه؟ ولا ضيره، يعني زي ما تقول كده وقفت على السلم كده، قالت ولا ضيره من حضوره. فاحنا علقنا على الكلمه لا ضيره من حضوره دي، خدت بال حضراتكم؟ قلنا كلمة لا ضيرة من حضوره معناها زي المصلحة المرسلة، هو أمر غير واجب ولكنه يعني لما يحضر خير وبركة. لكن افرض دعوه للحضور ما جاش، إن شاء الله مع أنه جاء، ما يقدرش يطعن ويقول إيه؟ الجمعية بطلة. لكن المراقب المعين من قبل الجمعية إذا ما حضرش يبطل الجمعية، لأنه هيقول تقرير وهيكلم وهيقول حصل وما حصلش والحسابات دي مظبوطه وراجعناها والسياسات الماليه مظبوطه بتاعت الشركه الى اخره، وبيقعد يقول كلام كتير جدا ويعيد، ولا حد لا بيقول ولا حد بيعيد، مش هيقبض. فين الحايده هنا؟ مفيش حايده بالفلوس. ايضا حضور الممثل لجماعه الاوراق الماليه برضه بيحضر طبقا للمادة 210 بند 4 من اللائحة. طيب بس ما لوش صوت. نعم اتفضل. هو حضرتك مراقب الحسابات لو فوض او وكل حد يحضر مكانه هل تطلب الجمعية؟ لا، هو ما يفضلش حد، هو بيجيب، هو مش فاضي. يعني مثلا واحد زي كي اي بجي ده اللي قاعد في طريق على اسكندرية ده، استاذ حازم حسن الراجل الدولي ده، هو فاضي يحضر كل الجمعيات؟ بيبعت ناس تحت ايديه، توكيلات بيحضر. ما هو بيبقى هو اللي بيمضي لكن ما عندوش وقت، بيبعت مثلا اي حد من الناس اللي عنده بس يكون اشترك في المراجعه. حتى حضرتك بيكون اشترك معه في المراجعه، لان التوكيل بيجي مثلا لحد دكتور احمد شوقي او الاستاذ حازم حسن او برسوم او الجماعه دول منصور بتوع برايس ووتر هاوس، او ده عماد راغب بتاع اسمه ايه ده، ارثر اسمه نيل، ده اسمه ارنست اند يونج. ما هو السؤال اطرحه على حضراتكم، هل يجوز للشركات الاجنبيه المحاسبيه دي ان تمارس نشاطا مرفوعا في مصر؟ من قال كده؟ لا. لا 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 لا. كلام ده يا ابني من سنة 1954، قانون 457 لسنة 1954. مهنة المحاماة بتاعتنا دي مهنة وطنية ولا بتدخل خواجات فيها؟ وطنية. ابو راقب الحسابات كده. لو الجمعية العامة اشترطت ان مراقب الحسابات يكون من دولة
لا ما تقدرش تقول الكلام ده، هتخالف النظام العام زي ما قال استاذنا. ليه؟ بصوا سيادتك، احنا كان عندنا السجل ده لما اتعمل بالقانون 133 لسنة 1951، قانون مهنة المحاسبة والمراجعة، كان عندنا الجدول في أجانب وفي مصريين. بدأنا نتخلص من الأجانب، ما احنا عندنا بتتخرج من كلية التجارة أعداد غفيرة. على كل أنا بحسب عليكم الوقت، انت بتدخلني في موضوعات وخارج الدرس بتاعي، خارج الدرس، فانا بضطر اجاوب، بالتالي ده مش وقت مستقطع فاحسبه عليك. المهم فجم عملوا القانون ده نتخلص باول باول من الخواجات. فيحصل ايه؟ نفترض عدد القيد في الجدول مصريين 100، اصل 100 خواجات نشات اجنبيه، فنفترض المصريين 50 والخواجات 60، طلعوا 30 من الخواجات، يعود الستين ده سقف ما يزيدوش، يخشوا زيهم 30 عشان ندخل مصريين، ما انا عايز امصر الايه المهن. الى ان صدر القانون 457 لسنة 1954 بقصر المهنة على المصريين. يعني الأول نشأت نشأة أجنبية وبعدين مشتركة وبعدين خلصت خلوصا تاما للمصريين. كويس؟ طب الحمد لله. فأخذت بالك ده. إذن ولا يجوز أن يسبق المراقب شركة، تسمع شركة مش عارف ده غلط، وأنا مش عارف إذا الرقابة المالية كيف تسمح بهذه الأمور، القانون بيمنع ذلك. ولا مدبوعا بشركة ولا ملحوقا بشركة، يكتب اسمه لأن المسؤولية شخصية. نفترض شركة مدنية مهنية، مهن شركة منشآت شركة مدنية، والقانون رغم أن القانون 17 لسنة 1999 خد بالمعيار الشكلي وقال الشركات المدنية والتجارية تبقى الشركات المدنية إذا لبست ثوبا تجاريا بقت شركة إيه؟ تجارية. طبعا الكلام ده في المادة 10 بند 2، طبعا ده كلام خطير جدا، ده يهز الإيه؟ المكاتب الكبرى المحاماة الكبرى. يعني أولا دي عمل تجارية، تاني يوم المكاتب دي تقفل، تاني يتشطبوا من نقابة المحامين لأن عندنا مادة تحظر أن المحامي يعمل بالتجارة، يتشطبوا. عملوا ايه؟ ناس نصحى قالوا لا احنا شركات مدنية، والسنهور الله يرحمه قايل لهم كده ان ممكن للشركة المدنية ان ترتدي ثوبا تجاريا لملائمة اوضح في عقدش. نعم للجاية من مادة 4 للمادة 9، مش دي الاعمال التجارية، من مادة 4 من القانون 17 للمادة كام؟ 9، دي الاعمال التجارية. والمادة 10 عرفت الشخص الطبيعي التاجر بند 1 وبند 2 عملت الشخص الاعتباري. فقال لهم الاستاذ سنهورة رحمة الله عليه في عقد الشركة، يا جماعة بالمناسبة ناخده من عندكم عقد الشركة ده، ادوني المكتب الجمعية دي، ادوني مجموعة السنهوري بالرخيصة كمان يعني. فكتب الأستاذ السنهوري في عقد الشركة إن ممكن للشركات المدنية أن ترتدي ثوبا تجاريا عشان تشتغل وتعمل. إذا ممكن يعني، إذا المكاتب اللي موجودة الكبرى وأنتم عارفينها أكتر مني وهي شركات مساهمة مدنية، جت اللائحة بتاع قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 عملت مادة اسمها المادة 54، قالت ممكن الشركات دي تشتغل بس تدفع ضريبة على أرباح شركات الأموال. إذا قننت باللائحة وقننت بالإيه؟ برأي الأستاذ سلمان. ضريبة أرباح شركات الأموال 20%، بتقول أنت إيه؟ أنا كنت الضريبة على أرباح شركات الأموال، أنا كنت بقول في نسيت. مراقب الحسابات ماشي، أصبحت وطنية 100%، 407 لسنة 54، ده القانون اللي مصرها خالص. نيجي بقى تعيين أمين السر وجامع الأصوات. أمين السر ده اللي بياخدوه عشان يكتب المحضر والكلام منه،
وجميع الاصوات اللي هم والناس بتفضل ان يكون امين السر ده وجميع الاصوات يكونوا من الايه من المساهمين. طيب دول السته اصحاب الحق في حضور الماده دي اصلا بدرسها في معهد الخبره الضريبيه في جامعه عين شمس عامله معهد اسمه معهد الخبره الضريبيه. انا درس الحاجات دي هناك وهم يعني بس بيدفعوا فلوس كتيره يعني مبلغ ضخم بيدفعوا عشان ياخدوا الشهاده دي من تجاره عين شمس. دول السته اصحاب الحق في حضور اجتماعات الجمعيه العموميه. طيب هل يجوز حضور المستشار القانوني للشركه؟ ما جاش اسمه. وجه اسمه؟ ما جاش. طيب هل دفع بان المستشار القانوني خدت بالك ما يحضرش؟ اخدت مذكره وللاسف كان استاذ كبير في كليه الحقوق جامعه بني سويف منعوه من الحضور والراجل طلع وقدم اعتذار بعد كده. ما هو ما عايز يقول اي مشكله بقت مذكره قلت من حقه يحضر. ليه؟ لان ده عمل قانوني. المحضر ده مش 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 مش, مش عمل قانوني وليه دباجه وبعدين ده بيحمي ايضا المجلس لان اللي بينضى عليه رئيس مجلس الاداره وامين السر وجميع الاصوات فاي خطا فيه يعتبر عمل قانوني. وبعدين عندنا قانون بيجرم مثل هذه الامور خاصه في شركات المساهمه اي شيء متعلق بها بيعتبر جنايه وبيجرم بالتزوير ومشكله كبيره جدا وبالتالي من حقه انه يحضر. وبعدين هقول لكم على حاجه طب ما لما اذا انتوا ده عمل قانوني المفروض يكون حاضر ومن حقه انه يحضر وكلامه ومشي مشيت في الرقابه الماليه وافقت على الراي دون وقالوا اه من حقه انه ايه انه يحضر. طيب السؤال اللي احنا عايزين نطرحه على حضراتكم اين تنعقد الجمعيه العموميه؟ في مقر ايه؟ طيب نعم بتقول حسب النص في النظام الاساسي. يعني لو قال تنعقد النظام الاساسي بيقول تنعقد في مقر الشركه مثلا بمدينه نصر ناشئ. طيب هل يجوز دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد خارج حدود جمهوريه مصر العربيه؟ ليه ما يجوز او مش يجوز؟ عايزين تقول ليه؟ لو يجوز ليه او لا يجوز مع التبرير؟ لا يجوز مع التبرير. نعم هقول لك على حاجه. هقول لك انا عملت راي شركه بتاعه فلوس بالعربي كده كانوا هربانين بره قاعدين بره فعايزين يعملوا جمعيه عموميه. قلت لهم هاتوا النظام الاساسي. اللي عامل النظام الاساسي شيطان من الشياطين كتب ويجوز عقدها خارج جمهوريه مصر العربيه. قلت اهلا لا والله ده نقلها باين من ملش او نقلها من اللي يكتبوا العقودي. المهم معرفش والله كان البرنامج شاطر جدا. قلت بس اهلي وسافر مراقب الحسابات فرنسا او بانجلترا وعملوا جمعيه عموميه هناك ودب وجابوها بعدي. اذا يجوز ان بس ايه بقى ايه؟ اذا نص النظام الاساسي على ذلك. طب ما افترض يا واحد عشان وبعدين اسال زي ما انت عايز. لا لا والله انا اسف انا اسف عشان بس انا بنسى راجل كبير بنسى. نفترض ان المظاهرات لسه شغاله في التحرير. هل ممكن المسلمين يروحوا ازاي؟ يتبطحوا بالطب؟ ما ينفعش. لا قالوا هنعقدها في مكان اخر. ممكن عند الضرورة تنعقد الجمعية العمومية في مكان اخر غير المنصوص عليه في النظام الاساسي بس عند الايه؟ الضرورة. وانتوا عارفين حضراتكم اكتر مني ان الضرورة تقدر بقدرها. مش هتوسع بقى في الكلام ده. واحد عايز يعملها في بيتهم يعمل جمعيه في بيتهم الجمعيه العموميه؟ لا. دعم طب مثلا يعني بقى عايز يعمل كده استعبط يعني. المهم
هكتفي انا بالحته دي وهتكلم في حته تانية. انا بعد حاجات عشان الوقت. لا ركز على المهم. على المهم، ما هي التغيرات التي تطرأ على السهم واثر هذه التغيرات على الحق في حضور اجتماعات الجمعيه العموميه؟ سؤال اللي عايز اطرحه على حضراتكم، انتوا كده مبسوطين ولا متضايقين؟ طيب الحمد لله. ما هي التغيرات التي تطرأ على السهم؟ احنا قلنا السهم اشبه بايه؟ زي ما الخواجه ريبير كوم باتو، قارب. هو الباتو ده القارب ده بياخدك من بيتك يوديك الجمعيه، ما عندكش. والسهم يعني قال السهم زي الباتو زي المركب، ما عندكش سهم ما عندكش مركب مش هتروح. طب هو في شيء بيظل على حاله؟ طب في حاله بيع الاسهم، انا هنتكلم هنا بسرعه وهديكم تطبيقات اسئله وانتوا تجاوبوها او انا اجاوبها او نجاوبها مع بعض. طيب لو السهم اتباع، مش اذا اللي هيشتري هو اللي ايه اللي يحضر الباع ده خلاص، طب هل يجوز تقرير حق انتفاع على السهم؟ نعم. اللي يحضر مالك الرقبه ولا المنتفع؟ المنتفع اللي يحضر مالك رغم يحضرش، يبقى الحاله اللي بعد كده. حاجه تانيه، اذا تم رهن الاسهم رهنا، طبعا انتوا عارفين في قانون التجاره ان رهن الاسهم بيكون رهن ايه؟ حيازي. اذا تم رهن الاسهم رهنا حيازيا عند احد البنوك، من الذي يحضر؟ ها؟ لا انا مش انا يا فين، يا راهن يا مرتهن، مفيش عندي دائن مرتهن ومدين راهن حسب الاتفاق. وغالبا الدائن المرتهن بيكون يده العليا فاقول انا احضر انت ما تحضرش، لكن في الاصل ان الرهن ينقل الملكيه، لا تظل الاسهم مملوكه للمدين الراهن، وبالتالي المفروض هو اللي يحضر، ولكن الامر يخضع لاتفاق الايه؟ الطرفين. لو ان في العقد الرهن كتب ان نص فيه على ان الذي يحضر هو الدائن المرتهن، اهلا وسهلا، العقد شريعه المتعاقدين، احنا حر، هم حرين في كده. طيب ماشي نعدي دي، بس المدين الراهن كده كده هو الراهن، السهم في حيازته وايداع السهم شرط لحضور الجمعيه، فاصبح مهيمن على المساله. يعني هو الاصل ان 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 الرهن لا يخل الملكيه، والمفروض اللي يحضر مدين الرهن، لكن نفترض في العقد هو قال لك اللي يحضر انت، اللي يحضر الدائن المرتهن. وغالبا البنك بيعمل كده، البنك ما يسيبش حقوقه، ما هو البنك عايز يشوف سياسات الشركه دي ايه، ما هو رهن الاسهم وعارف، يقول لك لا ضيع ضيع الحكايه. لكن الدائن المرتهن من حقه ان يتمسك بكافه الدفوع اللي ممكن يتمسك بها الايه؟ المدين، ويصوت الجمعيه ويقول بقى سياسات الشركه دي غلط والى، لانه عاوز يحافظ على ايه؟ على امواله اللي خدها المدين الايه؟ الراهن. طيب نفترض تم توقيع حجز على الاسهم، هل الحي ينقل الملكيه؟ انا عندي كم نوع من الحجز؟ عندي حجز اداري وحجز قضائي. الحجز الاداري لا ينقل الملكيه، حجز القضائي نفس الشيء، من الذي تحضر مصلحه الضرايب؟ انه يبقى مفيش حجز اداري على الاسهم، لا اللي يحضر الحاجز، اسف اللي هو المحبوس عليه يعني المالك، يعني القاعده هنا المالك. واذا كان برضه حجز قضائي نفس الشيء، يبقى اذا في حاله الحجز اللي بيحضر الايه؟ المحجوز عليه، باعتبار ان الحجز غير ناقل للملكية. طيب اعتقد دي اهم حاجة في الايه؟ الرهن، قلنا الحجز، مفيش حاجة تانية بعد كده. هديكوا بقى اسئلة على الحاجات اللي انا ايه؟ نعم هقول حاضر، انا هديكوا اسئلة على الحاجات اللي انا ايه قلتها، عشان يبقى عملنا تطبيق ايه؟ تطبيق على اللي احنا ايه قلنا، عشان ما تنسوش. تبقى الدراسه كلها حواديت كده، لا تبقى برضو فيها نوع من الايه؟ من التطبيق القانوني على المسائل دي. اللهم صل على سيدنا العصر ده بس. هقولها حاضر.
اخلص الاذان استنى بنخلص اذن ولا على تلتقطوا انفسكم شويه. نكمل ولا لا نكمل على طول عشان ما فيش استراحه النهارده عشان عندنا توزيع شهادات بس عشان عندنا توزيع. هل يؤثر انسحاب رئيس مجلس اداره الشركه وبعض اعضاء وبعض الاعضاء في اجتماع الجمعيه العامه على صحه اجتماع هذه الجمعيه على صحة انعقاد هذا الاجتماع وصحة قراراته بعد أن بدأ، يعني الاجتماع بدأ صحيحا كويس وجاء رئيس مجلس الإدارة مش عاجبه لقى هجوم عليه راح ماشي، هل ده يؤثر على انعقاد الجمعية؟ لا يؤثر، لأن الانعقاد بدأ صحيحا وهو مشي، ده لا يؤثر على صحة الجمعية العمومية. هل يصح اجتماع الجمعية العامة للشركة بحضور عضوين فقط من أعضاء مجلس الإدارة أحدهما حاضر عن التالت بالإنابة؟ يجوز، لأن بيحضروا بالإنابة أو بالأصالة. في زميل عنده سؤال هنا، اتفضل يا بيه تحت أمرك، اتفضل أقف عشان أنا مش سامع يا ابني قول. لو افلس مالك السهم، برافو عليك، لو ان مالك السهم اللي بيحضر هنا امين وكيل الدائنين ما عادش فيه امين الاسماء كده اسمه وكيل الدائنين القانون الجديد، وكيل الدائنين اللي بيحضر ليه؟ لان الله يفتح عليك، لان الافلاس طبعا انت حضرتك عارف مالوش اي صفه في الحضور، بالعكس مالوش اي صفه، لكن نفترض ان في اجراء تحفظي، بتعرف اجراء تحفظيه؟ الإجراءات التحفظية اللي موجودة بالنسبة للمفلس دي مش ذاكرين قانون التجارة، مش مذاكرينه. لا يا حبيبي لا، ها هو غل يده عن أمواله، لكن هذا الغل لا يمنعه من اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه. وكان تطبيق قضاء للمحكمة المختلطة والقضاء المصري، وجاء القانون 17 قنن هذا الموضوع. هقول لكم حال، نفترض ان اعلن غير حاجة ضربية، اعلن ممكن نقولها في النواحي القضائية برضو كمان، اعلن المفلس بالنموذج 19 من حقه انه يطعن لكن لا يحضر جلسات لجنه الطعن. الحاجه الوحيده اللي وبرضه خدها في المحاكم بدرجات المهمه، الحاجه الوحيده التي لا يجوز فيها انه يعمل المفلس اي اجراء تحفظي حاله الطعن بالنقد. طعن بالنقد لا يتم الا عن طريق وكيل الدائنين. وبالتالي تكون اتفضل. طيب بص يا ابني، نموذج 19 ده القرار الإداري القطعي تعريفه بربط الضريبة، دي موضوع الدكتوراه اللي خدتها في الإجراءات الضريبية. ها؟ أنا مش سامع، تعالى بقى عشان أسمع. علي صوت. قانون 91 قرار الضريبة. أقف طيب. اتفضل. ده الربط الذاتي. لكن نفترض ما هو الربط الذاتي، او اسم حضرتك ايه؟ استاذ ناصر؟ ناصر الدين. استاذ ناصر والله ناصر الدين، ان شاء الله منصور باذن الله. بص يا ابني، النموذج الاصل احنا جبنا الربط ده سيلف مش عارف بيسموه كده سيلف سيستم مش عارف ايه، المهم جبناه من امريكا، الراجل اسمه مخلصه ده الراجل الهولندي اللي عمل لنا القانون 91 لسنة 2005، راجل خواجة. طبعا انت جبت
زرع من دولة أجنبية تزرعه في مصر. قال يعتبر الإقرار ربطا ذاتيا للضريبة. لحد الحد التزم لكن أعطى مصلحة الضرائب في نفسه. افرض قدم إقرار معيب، مصلحة الضرائب من حقها أن تعدل الإقرار، فتدي لك نموذج 19 اللي بيعدل إقرارك. خدت بس سيادتك؟ يعني نعم بالسامع. ايوه يعني لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار، بتعدل لك الاقرار، بتبعت لك نموذج ايه 19 زي النموذج 15 بتاع الضريبة العامة على المبيعات، بيدي مصلحة الضرائب على المبيعات الحق في تعديل اقرارك للضريبة العامة على الاقرار، وهذا الحق يسقط بمضي 3 سنوات، مش يبطل، يسقط. انتوا عارفين السقوط؟ لا، السقط لا يعود، يسقط يعني ينتهي إلى الأبد. البطلان بصححه، لكن السقوط إذا بد يعني المشرع بيديله 3 سنوات. يعني أنت تقدم إقرار الضريبة العامة على المبيعات، ولو قدمته وعدت 3 سنين لا تستطيع مصلحة الضرائب على المبيعات أن تعدل إقرار الضريبة العامة على المبيعات، لأنه قد سقط، قد وسقط فعل ايه ماضي، يبقى في يعني تحقيق للتحقيق، قد سقط الى الابد ولا. برافو عليك. بالنسبه لضريبه الدخل، مصلحه الضرائب لو انت قدمت اقرار بتعمل الوقت النظام بالماده 94 بتفحص بالعينه، لو ما طلعتش في العينه بس اتلغت الوقت بالقانون 53 بتعمل عينة، لو طلعت في العينة بتحاسبك وتعدل لك وتعمل لك، ما طلعتش في العينة بيعتبر الإقرار بتاعك ربطا ذاتيا. خدت بالك يا أستاذ نصر؟ أدي العمل، عدلوها دلوقتي كله بيتفحص. القانون 53 لسنة 2013 اللي خرب الدنيا قال لك افحص كله.